دكتور علي، كيف أيضا تقرأ وصول القوات الأوكرانية والإعلان عن استهداف وأيضا الطراد الروسي في البحر الأسود وهو فخر الصناعة الروسية بحسب كثيرين؟ لا لا، شوف، غرق المدمرة موسكوفا أو موسكو غرقها، أو أنا لا أسميه إغراقها ولكن أقول غرقها، يعني تناولته الصحف ووسائل الإعلام المتحيزة لأوكرانيا وللنيتو بمبالغ كبيرة. يعني البنتاغون نفسه صرح اليوم بأنه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي، لكنه ذكر أنها ضربة كبيرة للأسطول الروسي البنتاغون. لا، هو قال، البنتاغون قال هو لا يستطيع أن يؤكد، يعني البنتاغون لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي أن موسكوفا، المدمرة موسكوفا والسفينة موسكوفا أو موسكو ضربت بصواريخ نبتون الأوكرانية. طبعا هاي نبتون هي أصلا سوفيتية وتم تعديلها. طيب، في لكنه أكد على كلمة غرق، غرق الطراد موسكوفا هو ضربة كبيرة لروسيا، هكذا ما قال. هذا نعم، ما قاله هو على كل غرق السفينة هي يعني ضربة قوية لروسيا، صحيح. ولكن روسيا ليست دولة صغيرة، روسيا دولة كبرى. يعني روسيا الآن في مستعدة تحارب 100 سنة ولن تستطيع إلى أن تستورد غذائها ودوائها وسلاحها من أي أحد. بعدين روسيا موجودة في داخل الأرض الأوكرانية، وأنا في رأيي يعني ما يدعيه الأوكرانيون أنهم ضربوها بصواريخ نبتون هي يعني مبالغ فيها، لأن أوكرانيا كلها تحت بصر الروس. ولكن طبعا كما تفضلت هي غرقها نتيجة التفسير الذي أعطاه الروس. طيب، أن حريقا شب على متنها هو يعتبر نعم ضربة قوية. طيب، للمعنويات الروسية. روسيا تمتلك ثاني أقوى سلاح، نعم، بحري على مستوى العالم كما تعرف.